طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. فيروس كورونا، كيف يهاجم جسم الإنسان؟ وما هو النطاق الكامل للأعراض؟ ومن هم الأشخاص الأرجح أن يمرضوا بشدة أو يموتوا؟ وما هو أسلوب العلاج؟ خطورة الفيروس تزداد بشكل كبير على كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل السكر وأمراض القلب. فترة حضانة الفيروس ما بين الإصابة وظهور الأعراض حوالي 14 يوماً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تصل حتى 24 يوماً. أعراض فيروس كورونا قد تظهر بعد يومين إلى 14 يوماً من التعرض له، وقد تشمل في اليوم الثالث أو الرابع أن يكون هناك ارتفاع بدرجة حرارة الجسم فوق 37 درجة مع شعور بالإرهاق والقشعريرة في الجسم، وفي اليوم الخامس صداع شديد في الرأس وارتفاع متواصل لدرجة الحرارة إلى جانب طنين في الأذنين وجفاف في الحلق وسعال جاف مستمر. وبعد نحو أسبوع يشعر المصاب بضيق في التنفس شديد ما يستدعي العلاج في المستشفى. وكمرحلة نهائية قد يحول الفيروس دون وصول الأكسجين إلى الدم مسببا قصورا في وظائف الأعضاء خاصة القلب والدماغ، وتتعرض الرئة إلى الضرر بشكل مباشر وتتجمع السوائل داخل الرئة وهو إحساس الغرق ببطء. في هذه المرحلة يتوجب إيصال المرضى بأجهزة التنفس الاصطناعية كحل وحيد للمساعدة. في معظم الحالات يتماثل الشخص للشفاء من فيروس كورونا بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين من ظهور الأعراض عليه بحسب مناعة جسم الإنسان، ثم يحول للحجر الصحي للنقاهة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا موضوع حلقتنا اليوم حول ارتفاع وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في العاصمة بغداد. طبعا مع الأسف هناك الكثير صراحة من المواطنين يعني لم يلتزموا بحظر التجوال، هناك مناطق في بغداد لم تلتزم ضاربة بعرض الحائط، هناك من يشكك لغاية الآن بأنه لا وجود لهذا الفيروس، ونشوف مقاطع مع الأسف على مواقع التواصل الاجتماعي، واحد يقول لك السيد فلان يحميني والشيخ فلان يحميني، يعني مع الأسف أنه من جيل الشباب بهم، من جيل الشباب وليس فقط كبار السن، يعني الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع، يعني ما معقول أنه اليوم إذا الله كتب عليك تصاب بمرض ما تنصاب والله لأنه أنت من أتباع هذا الزعيم أو من أتباع هذا السيد، ما معقوله هذا، يعني أنت عندك يعني قلة وعي وقلة ثقافة وحتى يعني عندك ضعف بإيمانك، هذا ضعف بالإيمان. طبعا اليوم مفوضية حقوق الإنسان في العراق حذرت من انهيار المنظومة الصحية في البلاد كما جاء في بيان لها بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. عضو المفوضية علي البياتي قال بأن وزارة الصحة تحتاج إلى إعادة ترتيب قبل أن تنهار المنظومة الصحية بأكملها، وأكد بأن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا لا يفحصون مختبريا ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية ويتم بعدها إدخالهم إلى المستشفى بعد أن يصلوا إلى مراحل متقدمة من المرض. كما انتقد البياتي استخدام العراق مضاد الملاريا في علاج المصابين بالفيروس، وأكد بأن منظمة الصحة العالمية أوقفت استخدامه. طبعا كذلك محافظ بغداد محمد العطا حذر من تفشي فيروس كورونا في جميع مناطق العاصمة، وقال بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد في جميع مناطق بغداد أصبحت مرشحة للإصابة ما ينذر بالخطر على حد تعبيره. دعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة الصحية وتجنب التجمعات وعدم المصافحة والابتعاد مسافة متر ونصف إلى مترين بين شخص وآخر. معروف بأنه إحنا يعني كحال القطاعات في العراق، القطاع الصحي يعاني ما يعاني، يعني إحنا قبل كم أسبوع تحدثنا عن موضوع القطاع الصحي وبالتفصيل وكيف إنه العراق
ما عنده بس 300 جهاز تنفس. 300 جهاز تنفس اليوم أكو حديث بأنه وصل العدد إلى 500، ولكن الفعلي اللي موجود 300 فقط عندنا. 300 يعني ما يكفن مدينة، هم مو محافظة. فلك أن تتخيل عزيز المواطن، إحنا بالعراق، وحذرت منظمة الصحة العالمية قبل أسابيع وقالت ترى العراق ما وصل إلى مرحلة الذروة، مرحلة الذروة سوف تأتي إلى العراق، ولكن الناس أكثر الناس اللي تلقاهم قاعدين قهاوي، اللي تلقاهم قاعدين بالحدائق مجتمعين، اللي يسوون مباريات مثل ما شفنا مقاطع على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. فيا إخوان يا أخوات، الموضوع مو 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 سهل. الموضوع يعني يحتاج له جدية، يحتاج له اهتمام. سلامتك، سلامة أهلك، سلامة إذا عندك خاصة من كبار السن، فالموضوع جدا خطر وحساس. طبعا مصادر طبية أعلنت عن تسجيل أكثر من 60 إصابة جديدة اليوم في مدينة الصدر وحدها في بغداد، وكشف مصدر طبي عن قرب امتلاء مستشفى الإمام علي ومستشفى الصدر الواقعين في مدينة الصدر في بغداد بالمصابين بفيروس كورونا وخروجهما عن السيطرة. يعني ما عندهم إمكانيات، هاي 17 سنة راح فلوس العراق بيجوا بالفاسدين الجماعة. طبعا تحدث منتسبون في المستشفى، مستشفى الإمام علي بالتحديد في بغداد، وكشفوا في وقت سابق عن استلام المستشفى خلال اليومين الماضيين 75 مصاب بالفيروس جميعهم من مدينة الصدر. خلينا نشوف مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحديث لأحد الكوادر الطبية وهو يتحدث عن هذه الأعداد ويتحدث عن خطورة الوضع في مدينة الصدر بشكل خاص وفي بغداد بشكل عام. نشوف المقطع نرجع لكم. أمل المدينة، السلام عليكم. كفيلكم العباس أبو فاضل، كفيلكم موسى بن جعفر. اليوم 75 حالة مؤكدة بمستشفى الإمام علي وبمستشفى التوادر، وهاي رتات العزل فوق تمام. هذا ثلاث طوابق، الأول والثاني والثالث، قبط للأخير، قبط للأخير. يعني لا تخافون على نفسكم، خافوا على عوائلكم، على أطفالكم. يعني هي مصيبة، والله مصيبة. يعني حتى الله من فوق بعد ما يرحمني شوية اتعظوا، لا تقولون ماكو فيروس، لا عم الفيروس متواجد، ودعاتكم وحياتكم متواجد الفيروس، ما تحسون به. هذا السلمون واحد يبوس الثاني، والتجمعات وواحد يقعد جنب الثاني، والقاعدين بالقهاوي والنراقيل، وتروحون قعدات بغير مكان. يا عمي اتعظوا شوية. أما حتى هاي الطوابق قبطت، هسه ذولا قاعدين بالحدائق ماكو مكان، وابن الخطيب قبط، يعني ماكو استقبال، وهاي صار العزل عندنا هنا بمستشفى الإمام علي. عم تعظوا شوية، يلتقولون ماكو هاي كلاوات. كفيكم العباس، ترى مؤكدة 75 واحد اليوم بس من مدينة الصدر، هاي بس مستشفى الإمام علي. وبعد شنو نحكي؟ والله كريم، والله كريم. عمي خليكم بالبيت، اقعد بالبيت، لا تطلع، رحمة لوالديك. إن الله بعد. والله اللي يريد ياخذ الحكاية يشارك المنشور، والما يريد خلي هو وربه بعد كيف. نعم، يعني شفنا واستمعنا إلى تحذير كوادر طبية في مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر، وهم يتحدثون عن وصول يعني إصابات تصل إلى 75 مصاب في يوم واحد، ويحذرون من تفشي الوباء في مدينة الصدر وفي بغداد وفي العراق بشكل عام. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، تفضل أبو عراق. أبو عراق تسمعني؟ أبو عراق، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو عراق من الفلوجة. طبعا مثل ما تحدثنا وبالتفصيل، خلينا نشوف ماذا تحدثت خلية الأزمة التي شكلها البرلمان، حيث حذرت خلية الأزمة لمتابعة وباء كورونا من وقوع كارثة كبيرة في البلاد بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية. وقال عضو الخلية النائب علي اللامي بأن خلية الأزمة النيابية تتابع إجراءات مواجهة كورونا عن كثب وتحذر من تنامي خطر الجائحة. أضاف في تصريح
صحفي طبعا هذا كان قبل يومين بأن البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة وقد تسجل أرقاما مرتفعة إذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية وإجراء حظر التجوال. طبعا معروف بأنه خلية الأزمة يقتصر دورها على المتابعة والرقابة لإجراءات وزارة الصحة. اللامي طالب بفرض حظر شامل للتجوال واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للإجراءات للحد من تفشي المرض. وزارة الصحة والبيئة نجي على أعداد الأيام الثلاث أيام الأخيرة أعلنت عن تسجيل يوم الأحد 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكذلك دعا المركز الوطني لنقل الدم المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع ببلازما الدم التي قال بأنها كانت وراء تماثل العديد كما يقول من الحالات الحرجة إلى الشفاء. اليوم مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي أعلن عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 38 إصابة منها بمدينة الصدر بس اليوم، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1396 إصابة، هذا فقط في الرصافة. الساعدي قال بأن صحة الرصافة سجلت اليوم 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزع بواقع 38 إصابة منها بمدينة الصدر ضمن المحلات، أرقام المحلات 575 و21 و559 و516 و557 و567 و553 و562 و536 و527 و560 و559 و537 هاي طبعا المحلات، يعني أرقام المحلات اللي لقوا بها الإصابات. والقطاعات 15 و73 و75 و41 و70 و25 والأحياء حي المهدي والزراعي. راح نيجي بالتفصيل نقرأ تصريح مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك ابو الحسن. الله يحفظكم وكل عام انتم بخير. وانت بخير يا اهلا بك. الله يبارك فيك. امين. الله يحفظكم ويسلمكم ويخليك. الله يسلمك ويسلم العراق. الله يخليك ويسلمك. شلون بدي اشوف يعني أكيد. اليوم احنا صار لنا تقريبا كم يوم يعني حالات الكورونا بارتفاع وتزايد خاصه في العاصمه بغداد. نعم. سيدي العزيز اولا التوعيه غير كامله على هذا الموضوع. نعم. يعني إذا تشوف الحالات اللي هي موجودة، أنا إذا أشوف يعني أطلع بالشارع، أنا ك يعني رجل عسكري، فأبوع الشارع أطلع عليه، أبوع الشارع سيارات تاكسي يمشي بالشارع، الناس ولا مهتمة، لا مبالاة لهذه الأمور، يعني وضع يرثى له من هي الشغلات، يعني عيب، يعني أنت تحافظ على نفسك ما تحافظ أو بالبلد، البلد اللي الناس اللي موجودين فيه مش عودين، اللي الحكومة مش عودة. النظام مش عود، بس انت كبشر ابن البلد، ابن البلد هذه حاضر عليه، حاضر على نفسي، حاضر على نفسي. هذا هم يسوون هالعمل هذا لأجل خراب البلد وخراب أبية الناس، المجتمع هذا، الشعب العراقي البطل يخربوا. كل ما تحكيهم وقال لك والله شو اسوي لك، انتوا ما ملتزمين، يا ابا انتوا ما مسوين نظام التزام، انتوا ما منطين للناس قوتها، ما منطين للناس احترامها، ما منطين للناس تقديرها. انتوا الشارع اللي تشوفوا الناس يطلعون عمال، اللي يتأذون اكثرهم ترى عمال، اللي يتأذون اكثرهم طبقه فقيره، يعني مو تشوف لي يطلع لك شخص رئيس برلمان يسوي لي خشمه ب 17000 دولار عمليه تجميل، زين ما يعرفون 17000 دولار يوزعها على كم فقير، اعطيهم معيشه وخلي يعيشون بها. زين انتوا هاي الاشياء، هاي الامور البسيطه، هي المعيشه اللي تاثر على الناس اخي العزيز، المعيشه، الموارد الطبيه، المواد يعني اشياء المواد الطبيه ما موجوده بالاسواق، تجي مريض يروح يشتري له مواد طبيه مثلا كمامه يشتريها ب 3000 دينار او يشتري له الكمامه الاصليه الصحيحه هي ب 3000 دينار صار سعرها، تجي معقمات، المعقمات سعرها 2000 دينار و 3000 دينار، هو فقير منين يجيب هذا؟ فلازم يتمرض، هذا لازم يتمرض. يعني الكهرباء خلال فترات انقطع قطع نهائي، يعني هذا شو يسوي البشر؟ هذا شو يسوي يعني؟ وين يروح؟ وين يتوجه؟ الى اي متى يروح؟ يعني اي مكان يروح به؟ الى اي شنو يجي يسوي؟ اذا انتم كسلطه كدوله ما مسيطره على الوضع، حاكيهم رواتب مالتي،
معيشة مو زينة. الحياة يعني المستشفيات اللي حاطين حاجرين بها الناس مو زينة. يجون المسحات، المسحات يعني هسه انت لو تلاحظ هسه بالتلفزيون تطلعوها انتم، هاي مسحاتي هذا وهذا مريض، هذا يوقف هيك مريض، هذا يوقف هيك الوقفه هاي. اخي ما يصير، ما يصير. مريض لازم اشوف الاوروبيين شلون يبني سياسات، شلون ترتيب، واحنا شلون ترتيب. ما عندنا حتى نظام، ما عندهم نظام اصلا الفحص، ما عندهم فد اسلوب عمليه الفحص. ما كل اساليب خاطئه. الشوارع وسخه، الشوارع هي زباله، الشوارع زباله، لا تبليط لا ابد. هذا النظام هسه بوع السيطرات اللي سيطر، واقفين واحد صف الاخ، شنو واحد صف الاخ؟ على اساس تفحص واحد صف الاخ؟ وين اكو هيك شيء يا اخي؟ همج همج حس مالك ما اعرف يا اخي. ما يفك من المرجعيه قالت لنا روحوا زوروا، راحوا طلعوا وزاره، المرجعيه قالت طلعوا وشوا فلان شغله، راحوا تمشوا. ما اكو هيك شيء يا اخي، هذا امراض، هذا مرض ما يعرف مرجعيه ولا يعرف دين ولا يعرف ديانه. اسمه مرض، جرثومه، جرثومه يا اخي، جرثومه. العالم كله اللي باوروبا دي يخافون من عندها، اللي عندهم الادويه والعلاجات كلها دي يخافون ومرتشفين. يوميا احنا عندنا 160 170 بس ببغداد. زين هاي 160 170 ببغداد شنو يعني؟ شنو يعني الانسان هذا المعلن؟ الانسان هذا شنو يعني؟ هو ابو الحسن هذا المعلن. نعم. هذا المعلن واللي يعني واللي وصل للمستشفى. نعم نعم, نعم. اخي العزيز، اخي العزيز هسه تروح انت تشوف هالمناطق اللي هي المناطق الشعبيه، اخي البيت 50 متر وقاعدين بيه 12 واحد، بيت 40 متر وقاعدين بيه 7 8، يعني وين يقعدون دول؟ يعني هم جيران واحد صف الله، مضطرين يضطرون ان يشوفون واحد جار يطلع له صف الجار. هي تطلع المناطق الشعبيه واذا حجرتها شنو يعني سديتها؟ سديتها شنو؟ مو علاج هذا. انت ما تسد المناطق، هذا مو علاج يسد المناطق. علاج اجي اشيل الوساخه من الشارع، اشيل الوباء، انا خلص من عندي كمواطن لازم واحد يساعد الاخ. انا اليوم تمشيت رحت المنطقه اللي حي العامل اكو مدرسه، مدرسه قسم بذات الله قبالها حاويات مال الزبال. مدرسه ما قابلها زين ابو الحسن. مثلا وزاره الصحه الجهات المعنيه ديعفرون يعقمون الشوارع شوفهم اخي، ماكو شيء نهائي نهائي، ماكو تعقيم نهائي. انا احكي لك، انا بالنسبه لي اختار بالشوارع اطلع اشوف اباوع المناطق قسما بذات الله. يعني الشوارع بهذله بهذله، كسر بجمع، ما مهتمين للمواطن العراقي. هم يردون يتمرضوا حتى يموت حتى يشتغلون على البلد. نقطه من الاخيره اعطيك اياها، يردون المواطن العراقي يتمرض حتى يقول لك اه هذا من الاقامات، ما يقول لك هو ما عندنا علاج له، ما عندنا شغلات له، مدى نعاقم، مدى ماكو تحقيق. ومن دي عاقم؟ من دي عاقم؟ طلع لي اسم، طلع لي برنامج، خلي الكاميرا باكر اطلع عالي مستعد، اتلف اخوي المصور مالتك، اطلع بالسياره مالتك، اختار بغداد كلها. اذا شفت لي واحد يعاقم الشارع. نعم. اذا شفت لي مواطن يهزه من الشارع ويعاقمه، او هو نفس السلطه او نفس الوزاره، ماكو الوزاره مهتمين، بس جيب فلوس ومشي حالك. نعم. جيب فلوس ومشي حالك. هل وزراء شنو اللي يسوونه؟ إذا بقت المسألة يم المواطن، لازم يلتزم بإجراءات السلامة، لأن نعم لازم يبدأ المواطن بنفسه. المواطن هو أكو نقاط يعرف إنه هذا السنة الدمار مو حرب، بيحاربك بطريقة ثانية، بيقاتلك بطريقة ثانية. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. أبو عراق من الفلوجة يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو عراق. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي أستاذ عمر؟ شلون صحتك؟ برنامجكم حلو، أنا من المتصلين القدامى. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. الله الله يعزك أستاذ عمر. نعم. اليوم الموضوع حساس حيل. نعم. أنت من يعني أنت هسه الحكومة من حاجرتني بالبيت، أنا راح أبقى بالبيت. نعم. يعني أنا ما عندي أطفال، ما عندي أطفال، ما عندي عائلة. نعم. عائلة ما عندي، يعني ما تيجي تاكل هاي العائلة. بلي. بخيت بالبيت يعني. هذول شنو ذنبهم؟ دول أطفال شنو ذنبهم؟ خلينا نتناقش أنا وياك، يعني أطفالي وين يروحون؟ المن يلجؤون؟ يعني إذا حامل مالطين يشتغل بالعمالة يوميته 15,000 وراح يظل بالبيت وعنده 5 أطفال، بالله عليك هذا شياكل هو وجهاله، شياكل. استاذ عمر احنا ليش نضل نجامل يا اخي؟ احنا بدون كورونا احنا ميتين، احنا منتهين. نعم. يعني بس جاي ترى نفس يصعد وينزل، ولا شنو الحياه اللي عايشينها بيه؟ شنو هي؟ شو قول لي عمي؟ ليش شوف الدول ذيك تفكر بشعبها، تفكر بشيء يا استاذ عمر؟
واريد شويه اطلع من هذا البرنامج. يعني هسه يا مسؤول يطلع بالتلفزيون يقول لك محاسبه الفاسدين. اريد اسالك استاذ عمر، هو الفاسد من هو؟ شو كلهم يقولون محاسبه الفاسد. نعم. الفاسد هل الشعب العراقي لو هم فاسدين؟ يعني هم جاي يضحكون على انفسهم، يضحكون علينا. عمي ترى الشعب بعض ما يضحك عليه. هاي راحت، هاي مال الضحك والقشمريات راحت بعد. يا استاذ عمر نعم. خلي يحسبون، خلي يخلون مخافه الله. انت من تحجرني ببيتي، انت ماني انا ما يراد لي خبز انا وجهالي. لا عامل مالطين يوميته 15000 دينار، هذا وين يروح هذا؟ والله ما يقبلها. يعني ما يفكرون الله فوقهم. وكافي عاد، كافي الشعب هذا لازمينه. وتودوا يمنا ويسرى ويوم كورونا، عم امنا كورونا هذا شغل رباني. نعم. بس مو اكو شغل مال الحكومه، انتم فكروا بالناس هاي. زين انت باكر عقبه ما تقفون يم الله، شو تقولوا له باكر؟ وباكر الله يحاسبكم على 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 كل شغله. كافي عاد، كافي، ما شبعتوا؟ نعم. كافي، والله ملينا، والله طقت ارواحنا يا استاذ عمر، والله ما ظل عندنا صبر. وعلى والله احنا خايفين على صحتكم، عمي اي صحة؟ دشفونا نشركم واخروا عنا وخلونا عمي، هو احنا ميتين، احنا ميتين. كافي عاد، كافي. نعم. بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد مزق هالبلد هذا والعبي. نعم. الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم. هاي العالم اللي دايحه بالشوارع استاذ عمر. دايحه العالم، ما عدها قوت يومها، ما عدها. لكافي يا حكومه، كل ما يجينا رئيس وزراء يا الله راح يسوي لنا، نقول رضيت الله على ولي. عمي هاي حكومه. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم ابو عراق في الوجه اللي كان. لا بالعكس، الله يسلمك ويخليك. معنا اتصال محمد من السماوه، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية للرافدين العزيز. حياك الله يا أهلا بك أخي العزيز أستاذ عمر. إن الآلام والأوجاع تعتصر القلوب تعسا وندامة لهذه الحياة التي أضعها الموت أهون منها، لأن الظلم والتردي بلغ أقصى مداه. أخي العزيز أستاذ عمر، أريد أطلع شوية عن موضوعك. إن صدام أعدم وقبله عبد السلام أحرق، وقبلهما الزعيم عبد الكريم قاسم رميا بالرصاص بعد أن سحل جنده الباشا نور السعيد واغتالوا عائلة الملك الهاشمي. والغريب والعجيب إن المالكي وعادل عبد المهدي غادر كرسي الحكم على رجليهما دون قتل أو حرق أو انقلاب. صلوات على الديمقراطية، وشكرا لك يا أخي العزيز. محمد من السماء وكان معنا. نعم، طبعا نرجع إلى تفصيل وتصريح مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي. طبعا أضاف بأن باقي الإصابات سجلت بواقع إصابة من الكرخ في الطوبشي، إصابتين بالعظمية، إصابة بالقريعات، إصابتين في حي الأمين، إصابة في حي البساتين، 4 إصابات في البلديات، إصابة في الطالبية، إصابة في حي أور، إصابة في شارع النضال، 4 إصابات في الزعفرانية وحي الوليد الأولى وحي الوليد الثانية، إصابة في شارع فلسطين، إصابتين في حي الشعب، ثعالبة قرب جامع الشروفي، وإصابة في الأمين الثانية. أوضح الساعدي بأنه تم تسجيل إصابتين في منطقة بغداد الجديدة وقرب السوق المركزي، وإصابتين في الحسينية، وإصابة في المشتل، وإصابة في البلديات الزراعية، وإصابة من أهالي ديالة، فضلا عن 4 إصابات في الكرادة. ولفت إلى أن باقي الإصابات توزعت بواقع 5 إصابات في الحبيبية الزراعية، 5 إصابات بواقع إصابة واحدة في كل من حي الغدير والبتول والراجدية والحسينية وبوب الشام. معنا اتصال أم محمد من بغداد، فضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيش. الله يخليك أستاذ عمر. هم ترى ما خايفين على الشعب،
هم اللي يقتلون بالشعب يعني، يعني ما صار شيء يعني، هم ما خايفين على الشعب يسدون، يسدون بالصفات والهاية، هم حشم وخدم يمهم زين، ما خايفين على الشعب هم. هم ما خايفين الخطف والسلب والنهب والنسوان والزلم، ما خايفين هم على الشعب، هم خايفين على نفسهم. هم خايفين اساسا على نفسهم استاذ عمر. نعم. زين؟ ما خايفين على الشعب، هم لو خايفين على الشعب ها؟ يعطوهم رواتب، يسودون رواتبهم، يشوفون الفقير اللي يلدغ من الزبد، يشوفون الحاجه تعبانه، يشوفون الماجده العراقيه ايش فيها ماليه، خلي يروح الكاظمي خلي يدق الباب على الفطره. ليش يروح على الحشد؟ ليش يروح على الحشد؟ ها؟ خلي يدق الباب على الفطره يشوف ايش فيها ماليه. نعم. هي مؤامرة، هي أساسا مؤامرة أستاذ عمر زين، مؤامرة خامة لإباوع. الكاظمي راح هناك بصف لو هناية كل هذه خامة لإي صح لو غلط. نعم. زين هم ما خايفين على الشعب أستاذ عمر، هم يردون قتلنا، هم اللي يقتلون بالظلم والنسوان والخطف والأسدد من 2003 مستمرين فيه. نعم. هم خايفين على الشعب، هم خايفين للشعب يقوم عليهم، هم ما خايفين. نعم. استاذ عمر ما خايفين على الفقير، هم خايفين على نفسهم. زين خايفين على نفسهم، خافون لنطلع ما احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولا العيد ان شاء الله طالعين. احنا لا يهمنا كورونا استاذ عمر زين، احنا يهمنا الوطن، اهم شيء وطننا، احنا وطننا رد على رد على ميت كورونا. احنا اكثر من القناص، قناص وضروب واشكال والوان زين. نعم. لما الحمد لله والشكر زين، هم ما خايفين علينا استاذ عمر. السلب والكتل عين عينك بالتحرير، عين عينك زين. نعم. عين عينك السلب والكتل، هم خايفين على الشعب. خوبا شفت انت استاذ عمر، حتى الاتحاديه والجيش مو وياني. نعم. مو على قلبنا، مو على قلبنا. للاسف. فكل هذه ايران، لا كورونا ولا مكرونة، هم ما خايفين علينا استاذ عمر، هم لا خايفين علينا ولا خايفين على الشعب، هم خايفين لتروح بكمياتهم. ايه احنا اللي خايفين عليكم ام محمد. استاذ عمر معروف انه الحكومه وزاره الصحه وباقي القطاعات يعني ما يهمها امر المواطن، بس احنا خايفين عليكم. نريد المواطن يعني يحاول قدر الامكان انه يلتزم باجراءات السلامه. احنا الحمد لله ملتزمين. نعم. وقاعدين ببيوتنا وساكتين الحمد لله، وبالتحرير الحمد لله والشكر، ماكو اي مصاب الحمد لله، بكل الناصريه والحمد لله ماكو يعني الحمد لله وشكر من المتظاهرين ماكو. احنا يعني محافظين على نظافتنا وبالخيم والتحقيمات والديتولات الحمد لله. الله يحفظكم يا رب. هم يقولوا خايفين، خدم وحشم كله من برا داخلهم استاذ عمر، من الحلبوسه وشيل ايده كله خدم وحشم زين. نعم. هم الخايفين، احنا ما نخاف، الفقير ما يصير به شيء، بس هم اللي يخافون استاذ عمر زين. هو يمن يروح للحشد ويسوي لهم هيك، هذا الكاظمي مو عيب، روح دق الباب على الفقره قول لهم ايش محتاجين، ما محتاجين الدفع ايجاراتكم، ايش بيكم ما بيكم، ايش بيك انت يا ماجده العراقيه، ايش بيك انت. نعم استاذ عمر. انا اشكرك ام محمد. نعم اشكرك ام محمد من بغداد، طبعا الحال مأساوي ويرثى له في العراق. أبو عباس من الفلوجة، تفضل أبو عباس. أبو عباس تسمعني؟ فقدنا اتصال مع أبو عباس من الفلوجة. نعم. قبل ما نأخذ الفاصل نكمل تصريح الساعدي، يقول أنه تم نقل جميع المصابين إلى أماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج، وأشار إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 1396 في بغداد، توفي منهم 54 حالة وفاة، واكتسب الشفاء 501، فيما تبقى قيد العلاج 841. نعم. حذر من تفاقم الأمر جراء تصاعد الأعداد، أعداد الإصابات وامتلاء العديد من المستشفيات جراء خرق الحظر وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية.
مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال حكمت من بابل، تفضل حكمت. فيروس كورونا من اللي جاب العراق ببدايه انتشاره في ايران؟ من اللي جابه؟ هؤلاء المعرقين، هؤلاء المجرمين هم اللي فتحوا المنافذ بيننا وبين ايران وجعلوا دخول الايرانيين المرضى داخل العراق. هم المجرمين، قاده الاحزاب المجرمه المعركه هي اللي فتحت الحدود وفتحت المنافذ ودخلت الايرانيين حتى تصير داخل شوارع العراق وداخل مدينه النجف تحديدا، ونشروا الفيروس كورونا على مستوى كبير بين الناس هنا بالعراق. نعم. وحتى هذه الميليشيات المجرمه المعركة المهرجة هي اللي ساندت على قادتها بالأحزاب لفتح الحدود وعودة الإيرانيين إلى العراق. هؤلاء هم مجرمين وهم معرقين، نحن معرقين، وهم يريدوا إيذاء العراق بشكل كبير وانتشار كافة الأمراض به، ومن بينه أمراض كورونا وأمراض الأخرى على مستوى كبير داخل العراق، ويريدوا نقاوة الشعب الإيراني من وخلوعا من هذه الأمراض. زين حكمت، ما تريد هذه الميليشيات حكمت. اليوم أكو حديث أنه السلطات الحكومية أعلنت عن استعدادها لفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران الأسبوع الجاي. صحيح. زين النوبة راح تزيد علينا؟ راح تزيد الكارثة علينا. علينا. الكارثة راح تصير علينا احنا هنا بالعراق. هم ما يبدون، هم هذه الميليشيات وقادتها المهرجة المارقة. الله وكيلك، هم اللي يريدون إيذاء العراق. وإذا العراق بشكل أكبر نسبة، يريدوا نقابة الإيرانيين والشعب الإيراني من هذا المرض، مرض كورونا وأمراض أخرى. هؤلاء مهرجين، هؤلاء الله وكيلك أقطاعيين مجرمين، هم وقادة الأحزاب. زين ولا هم ما زالوا يحتقنون الأبرياء في كل مكان من الشمال حتى الجنوب منا. هم هؤلاء هم هالطرق المارقين والمهرجين يكون هالشكل، هم قادة الأحزاب وحتى رجال الدين. مع الأسف يسمونهم رجال الدين هؤلاء، وأولهم السيستاني، هذا المجرم الأوحد، هذا المعرق، هذا هو اللي أسس الحد الشعبي. أبو حكمة عيني، ممكن تعبر عن رأيك، ممكن تعبر عن رأيك بس بدون تجاوز. أنا أشكرك حكمة من بابل كان معنا. خلونا نقرأ رسالة من مدينة الصدر من أبو جواهر، يقول كل عام وأنت بخير أستاذ عمر وأنت بألف خير. يقولون لا تطلع من البيت، والله العظيم 500 دينار ما عندي وين نروح؟ يقول الله يطي حج خضير. هذا الشهر عافي من الإيجار أو هو دافع للإيجار بمكانه. يقول لا راتب وقاعدين وين نروح؟ ويقول الله كريم ونعم بالله.
رسالة يقول فيها تحية لقناتكم، بس أريد أعرف هاي الحكومة من تطلب من الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية واستخدام الديتول وكافة أنواع المعقمات، فكيف بسجناء العراق اللي كتلهم الوصخ والجرب وأمراض أخرى إضافة إلى كورونا وسوء الرعاية الصحية؟ يعني السجناء مو بشر، كورونا انتشر داخل السجون وأبنائنا تموت في سجون الظلم. نطالب مصطفى الكاظمي بزيارة سجون العراق والنظر إلى أحوالهم وإطلاق سراح كافة السجناء، كافي حقد يا حكومة. أبو كرار من البصرة، اليوم اللابتوب ما أدري إيش فيه، نعم الآيباد. أبو كرار من البصرة يقول تحية لك أستاذ عمر، يقول والله أبويا معوق بحرب إيران، يقول هسه قطع راتبه كما يقول، راجع إلى بغداد قالوا أنت ما تستحق راتب، قالهم ليش؟ قالوا أنت محارب دولة إسلامية ما شاء الله، وراح نضيف راتبك على رفحة. يقول الله ينتقم منهم. يقول وهسه أبويا يقول، أبويا ببغداد يقول أموت وما أرجع حتى يأخذ حقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أستاذ عمر، نطالب مصطفى الكاظمي خلي يروح لسجن الكاظمية الشعبة الخامسة ويشوف الحانوت بطل المي ب3000 والسجناء ميتين جوع وشكرا. نعم معنا اتصال أبو سارة من ديالة. تفضل أبو سارة. أهلا وسهلا بك، تفضل. أستاذ كل عام وانت بخير. وانت بخير، صحة وسلامة. قناتكم الشريفة. يا أهلا بك. ألو أسمعك عيني، تفضل بس نصلي التلفزيون. أبو سارة، أبو سارة نعم، تنصلي التلفزيون للأخير حتى أقدر أفتهم عليك. بالنسبة لكورونا، نصلي التلفزيون للأخير بس جاوبني. الحدود العراقية أبو سارة، تسمعني لو ما تسمعني؟ أسمعك نص التلفزيون للأخير يا أخي، نصلي للأخير. يا اهلا تفضل. احنا بالنسبه للمرض كورونا اللي جاء علينا، نعم اي، خلي تدون حدود ايران، هسه ايران خلي تدون الحدود، نعم، وكل شيء بيظل عنده مرض، نعم، يعبرون علينا من ايران المواد الغذائيه، مواد كلها فاسده، يجيبوا يحرقون المحاصيل حتى يجيبوا من ايران، سدوا الحدود من ايران. نعم عين الساد عمر، هي احنا نريد يسدون حدود من ايران. نعم نعم، يسدون حدود من ايران وكل شيء ينتهي. احنا عندنا خير من الله، احنا عندنا هم، احنا ناس فلح وعندنا خير من الله، نقدر نوفر كل شيء. لا جماعه شلون اذا ما يحرقون محاصيل الحنطه والشعير ويسممون الاسماك، واليوم اليوم بدياله عندكم 2 مخطوفين من المزارعين. نعم هذا لا سياسة، تعرف عندنا واحد هم مقطوع إلى شهر ونص، هم مزارع. نعم الحنطة يحرقونها، يعني شو يعني الحنطة قام يحرق، يعني الحنطة شلون احترقت؟ أنت ما الكهرباء يا بوين الكهرباء؟ نعم ما هي كهرباء أصلا، ما في آلاف الدونمات احترقت لنا. نعم. ما يعني ما أدري شنو هذول الحكومة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا الله والله أكبر، هو الله سبحانه وتعالى يأخذ الحق ونعم بالله، والله ينصر أخوتنا بجنوب العراق المتظاهرين، أخوتنا أمننا بهم، بس أمننا بهم، ما عندنا غير اللهم ونعم يخلصنا من هاي الطاغية. نعم شكرا لك أبو سارة من ديالة. أنا أشكرك، شكرا لك أبو سارة من ديالة. كان معنا رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول فيها تحية لك أخي عمر، يقول سبب انتشار الوباء هو فتح الحدود مع إيران وفتح متعمد لنشر الفيروس للمتاجرة بحياة العراقيين. تحية لك أبو يوسف من الدنمارك. رسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إبراهيم صلاح الدين، تحية طيبة لقناة الرافدين، تقول نطالب النواب والمسؤولين السنة أن يدافعوا عن أبنائنا المعتقلين بإطلاق العفو العام لإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وشكرا.
رسالة من فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم لقناة الرافدين العظيمة وكل كادر الرافدين، كل عام وأنتم الشعب العراقي بخير والله يرحم الشهداء شهداء العراق. طبعا أنا أعتذر عن استلام الاتصالات على الواتساب، كما أرجو 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 من الأخوة من الأخوات عدم إرسال صور أو مقاطع فيديوية أو بصمات صوت، تسجيل صوت، لأن يعني إحنا هنا أنا بس نقرأ رسالة قصيرة، وأرجو أن تكون رسالة قصيرة ورسالة واضحة وفيها الاسم حتى نقدر نقرأ. يعني مثلا واحد من الأخوة دازلنا ما أدري كم صورة ودازلنا مقطع أغنية، يعني إحنا هنا نريد نستمع إلى رأيك، نقرأ رأيك بالرسالة. نعم، السلام عليكم أخ عمر المحترم، أخي إذا حضر وعدم الخروج، إذا حضر وعدم الخروج والله أكو ناس ما تأكل. صحيح، يقول المتسولون انتشروا بالعشرات في الشوارع. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو هاجر من السليمانية، تفضل أبو هاجر. أنا مهجر من أهالي جرة الصخر. حياك الله يا أهلا بك. وين صارت عودتنا؟ وين صارت أمرنا؟ صار لنا 7 سنين إحنا بالسليمانية. نعم. لا مسؤولي داعبينا، نص أهالينا كلها بالسجون، نص. نعم. إيه، لا حد ولا واحد يطلع من المسؤولين يقول على يطالب بإعادتنا. يقول احنا البارحة كانت الحلقة مخصصة على هذا الموضوع ابو، دائما طبعا نتحدث على موضوع النازحين، وخاصة البارحة خصصنا الحلقة حول منطقة جرف الصخر. تدري انت ملف جرف الصخر ما شاء الله بيد ايران، يعني المسؤولين يطلعون مثل اياد علاوي احنا واليوم البارحة طلع عبد الكريم عبطان هم نائب سابق قال الملف ملف جرف الصخر بيد ايران والجماعة ما يحشون به. نعم، هي ناحيه، هي مو هي مو دوله او محافظه، هي ناحيه كلي كما يعني ما تغارب كم يعني مو هو يعني تقول الله يعينكم والله والله الله يعينكم مع الاسف هو هذا الوضع اللي صار بالعراق. احنا صارنا من 2014. نعم. احنا بسليمانيه لا جانا مسؤول، لا جانا احد يسال علينا، الله وكيلك جهلان قامت تجد بالشوارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أشكرك عيني. أنا أشكرك أبو هاجر، وإن شاء الله يا رب تعودون سالمين غانمين. نعم. يقول أريد أعرف متى يثور الشعب وينهي أمر هذا النظام الظالم، ترى هذه المظاهرات ما تفيد. لا أخي تفيد، شو ما تفيد، شو ما تفيد كل هذا الضغط اللي صار عليهم، ولولا أزمة كورونا كان الوضع اختلف. نعم، طبعا احنا تحدثنا عن فقط العاصمة بغداد، نجي على محافظة النجف. اليوم كذلك مصادر طبية تحدثت بأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا أعلى بكثير من الرقم الذي تعلنه وزارة الصحة. أضافت المصادر بأن رفع حظر التجوال تسبب بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتفاقم أعدادها بكثرة، وأكدت بأن عدد الإصابات الفعلي هي أكثر بكثير من الأرقام المعلنة للإصابات، لأن الأعراض لا تكون واضحة وتختلف من شخص إلى آخر. صلاح الدين، محافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى كذلك أعلنت فرض حظر شامل للتجوال إثر تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا. عمار الجبر محافظ صلاح الدين أوضح بأن القرار سيستمر إلى إشعار آخر، ويشمل منع التنقل بين الأقضية وبين نواحيها وداخل المحافظة والقادمين، كذلك منع القادمين إلى المحافظة، وهي خطوات كما قال غير مسبوقة للتصدي لوباء كورونا. بينما أعلنت السلطات في نينوى بأن حظر التجوال الشامل مستمر في المحافظة نظرا لتطورات الوضع الوبائي في المحافظة. طبعا كما أشرنا بأن السلطات الحكومية أعلنت عن استعدادها لفتح معبر الشلامجة الحدودي مع إيران الأسبوع المقبل. عدنان عبد الله وهو المسؤول في هيئة المنافذ الحدودية بمحافظة البصرة قال بأن لقاءات مشتركة للجنة الأزمة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا أسفرت عن قرار بإعادة فتح
افتتاح المعبر خلال الأسبوع المقبل. يذكر بأن معبر الشلامجة الحدودي استمر إغلاقه أكثر من 50 يوما بسبب انتشار الفيروس. خلي يصير 100 يعني ما شاء الله أكثر من معبر مفتوح. أستاذ خلوا لكم كم معبر مسدود، خلوا لكم كم معبر مسدود ما تعد الأزمة. يعني لا مستشفيات عندكم براس الخير تبتشون تقول لك والله ما عندنا مخصصات، نريد فلوس حتى نجيب أجهزة تنفس. الجماعة هسه تفطنا وبعد 17 سنة يدورون أسرة ويدورون أجهزة تنفس حتى يحطوها بالمستشفيات، وحال المستشفيات يعني يرثى له مع الأسف، حتى مستوى النظافة سيء جدا جدا سيء. نعم طبعا كذلك هناك حالة بصفوف النازحين بالتحديد في مخيم حسن شام، وهذا طبعا حذرت منه مفوضة حقوق الإنسان من وقوع كارثة إنسانية في مخيمات النزوح. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نرجو من الله لكم يعني الحفظ والسلامة والشفاء العاجل للمصابين بهذا الفيروس. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.